المشكل ديالي هو انني صيفطت ولدي للسعوديه كاي دري باغي يخدم وباغي يدير مستقبله، باغي يكون راسو، باغي سمع كاين هنايا المغرب ما كاينش صالير فهادشي ديال الحلاقه. قال نمشي نكون راسي مشى فرحان كبحال الدراري كامل، جا في كروسه، جبتو في كروسه ولحد دابا السبب ضربات الطوموبيل تما داو المستشفى. من بعد من داوه عيطوا لي نهار العيد كبير، قالوا لي راه ولدك دار كسيده كان في الانعاش. من بعد سيمانه عيطوا لي صحابو قالوا لي راه بدا كيفيق، كنت غادا نمشي باش نمشي عنده، قالوا لي صحابو بلا ما تجي راه ان شاء الله غيكون لاباس وداكشي، بلا ما عارفين الحاله الماديه ديالنا وداكشي، وما عنديش باش نقطع مليون ديال الفرنك ديال الطياره وداكشي، عارفين هادشي كامل همايا. ما علينا، دازت عليها مده، دازت عليها شي شهر، الدري بدا كيفيق شويه من الغيبوبه وداكشي. صافي تيقول لي ماما رانا لاباس عليا ما فيها حتى حاجه، بحال كان تيخبي عليا داكشي اللي كان فيه. من بعد ما دازت شهرين الدري ما بقاش كيهضر معايا في التليفون، مشى تزيزن، داروا لي خطا طبي في راسو، المستشفى اللي كان فيه دار لي خطا طبي في راسو، جمعوا لي الجبهه وخلاو لي المخ اللي خصو الدواء خلاوه لي. دابا ولدي جات في كرسي متحرك بحال ما هو. من بعد ديتو الناس السبيطار ديالنا واخا الله يجازيهم بخير، وقفوا معايا الناس، وقفوا معايا المحسنين، وقفوا معايا كلهم، قالوا لي عملي عنده 50% تقدر تنجح تقدر ما تنجحش، قال لي يقدر يبقى هكا طول عمره، يقدر في 25 عام من عمره يمكن غدا يمكن ثلاثة. دابا منو 30 أيام في الشهر ديال شهر 10 هو في المستشفى عندهم حتى الطب هنايا ما عرفوش كيفاش، قال لك عندنا خطأ طبي من الخليج ما يمكنش كيفاش غنديروا ليه. وباقي الان دابا باقي عندهم، باقي ما داروا لي حتى شي حاجه، قال لك تنشوفوا كيفاش غندخلوا ليه لهذيك البلاصه اللي المخ عنده الغشه ديال المخ ديالو تشرق ليه. دابا كاين هنايا جيتو، انا مشيت انا وجيتو، اللي ضربه ما كاينش، تيقولوا بلاد الحق وبلاد الاسلام، بغيت انا عارفه انا فين هو الحق فين هو الاسلام ديالهم. عطبوا لي ولدي هو اللي عندي في حياتي، هو اللي كنت كنترجى فيه الله زعما اني غادي نكون انا اللي غنكون في ديك الموقف ولا نكون كبرت ولا شي حاجه، هو اللي غيكون بيا. ما كاينش نهائي لحد الان ما عمرني سمعت عليه شي حاجه اللي ضربوه، حتى من الكفيل ديالو ما وقفش معايا، كان عيط لي تنبكي عليه تنقول لي صيفط لي غير ورقه باش نوصل عند ولدي باش نجيبه، كيكرشي عليا التليفون. مشيت الله يجازيهم بخير في وزاره الخارجيه ديال المغرب، الله يعز المغرب كما كان الله يعز المغرب، هما اللي وقفوا معايا وهما اللي عطاوني ورقه باش مشيت لوزاره، باش مشيت للسفاره، باش في 48 ساعه حويجي باش مشيت للرباط باش مشيت للسعوديه. ثلاث في العشيه عطاوني فيزا، مشيت لاربع الصباح كنت عند ولدي، ما عرفتش لما نوجه النداء. اول حاجه الله سبحانه وتعالى يوقف لي مع ولدي، والناس اللي كيشوفوا الدعوة معايا يكون بخير، وعلى كان رجع غير حالته سيد يدخل ويخرج عليا كما كان، يرجع برجليه، رجليه فيها الحديد، راسو كله ما نقولش لك راسو كي داير، لبقوا لي الراس، ما عرفتش انا داكشي اللي داروا لهذا الدري ما عرفتوش شنو هو، لبقوا لي راسو، لبقوه، سدوا لي هنا وخلاو لي كلشي لداخل. وانتم عارفين الانسان اللي كيكون غادي باش يخدم يعني ما عندوش باش يكون هنايا، هذاك الشيء اللي ما عرفش لما نوجد النداء، نوجد النداء للناس كاملين تعاطفوا مع الدري ويشوفوا من حالو. غادي دابا جاي الشهر وانايا مصاريف وبزاف بزاف، واحد الانسان على قد الحال، انا ما عنديش حتى فين داري، انا ما نقولش لكم داري، جيت عند الوالده ديالي باش كنصور وباش كن هادشي اللي بغيت نقول لكم. الله يجازيكم بخير اللي لقى ما يوقف مع الدري، يكون اي حاجه اي حاجه كيما كان غير باش على الاقل غير يواسيو. انا ضد هاد الفكره، دابا كان عندي طموح ان الدراري يمشيو يكونوا مستقبلهم اللي ما عندهمش صالير هنايا، زعما على قد الحال بحال مثلا حلاقه هنا ما كاينش فيها صالير، قلت تما كاين. انا ضد هاد الفكره،
نكره شي حاجه سميتها الغربه للدراري، نكره اللي كان في بلادهم اللي كان يكونوا في بلادهم. على هادشي اللي وقع عليا لولدي متفقه، ما حتى شي واحد يكون مشي لشي بلاصه.